مرحبا، السلام عليكم. كيفكم أصدقائي المتابعين؟ إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. رجعنا لكم بالدرس 18 من سلسلة تعلم أهم الجمل باللغة التركية بخمس دقائق. اللي ما شاهد الدروس السابقة من هي السلسلة أدعوكم بمشاهدة الدروس السابقة. راح أترك رابط هي السلسلة في صندوق الوصف وبأول تعليق. أدعوكم بمشاهدة الدروس السابقة لأنها جدا مفيدة، وأدعوكم أيضا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لحتى يوصلكم جميع إشعارات دروسنا القادمة بشكل مباشر. وأرجو أيضا متابعتنا عبر منتدى القناة، وأرجو أيضا مشاركة هذا الدرس وجميع دروس القناة حتى تعمل فائدة لأكبر عدد ممكن. ولا تنسوا أيضا دعمنا بلايك وشير. والآن دعونا نبدأ بالدرس. درسنا اليوم أصدقائي سوف يكون من إحدى طلبات متابعينا الأعزاء. من إحدى التعليقات طلبوا منا أن نقوم بعمل درس عن أهم الجمل المستخدمة عند استئجار منزل عند العقاري، فوفقا لهذا التعليق سوف يكون درسنا. وأنتم أيضا إذا كان لديكم أي سؤال أو أي استفسار فاكتبوه بقسم التعليقات أسفل الفيديو، وإن شاء الله نقوم به في الدرس المقبل. والآن دعونا أن نبدأ بالدرس. الجملة الأولى لدينا هنا: أنا أبحث عن بيت للآجار. بان كيرالك بير إف أريورم. بان كيرالك بير إف أريورم. بان أنا، كيرالك للآجار. كيرامك هو فعل الاستئجار، كيرالك للآجار. بير إف بيت ما، بير أداة التنكير، إف منزل. أريورم أبحث، أرامك فعل البحث، أريورم أنا أبحث. بان كيرالك بير إف أريورم. أبحث عن شقة مفروشة. إشيالو بير دايرة أريورم. إشيالو بير دايرة أريورم. إشيالو وتعني مفروشة أو يوجد بها أشياء، وتعني أغراض أشياء، ومأخوذة من اللغة العربية هي الأشياء. إشيالو ذو أشياء وتعني مفروشة. إشيالو بير دايرة شقة مفروشة. أريورم أبحث. إشيالو بير دايرة أريورم. هل يوجد عندكم شقة مفروشة؟ سيزده إشيالو بير دايرة فارمو. سيزده إشيالو بير دايرة فارم. سيزده وتعني عندكم أو لديكم. إشيالو مفروشة. بير دايرة شقة. فار يوجد م أداة السؤال هل. سيزده إشيالو بير دايرة فارم. سيزده إشيالو بير دايرة فارم. إيفيت بيفند فار. نصل بير إف استيورسون. Evet beyefendi var. نعم أيها السيد يوجد. Evet نعم. Beyefendi سيد يوجد var. Evet beyefendi var. Nasıl bir ev istiyorsun? Nasıl كيف bir ev منزل istiyorsun تريد. Nasıl bir ev istiyorsun? Evet beyefendi var. Nasıl bir ev istiyorsun? أريد بيت غرفتين وصالة. İki artı bir ev istiyorum. İki artı bir ev istiyorum. İki artı bir. İki artı bir ve tani gürfeteyn ve sala. Tercüme harfiye. 2 zaed 1. İki ve tani gürfeteyn. Artı zaed ve bimana ve harfiye. Bir 1 ve tani sala. İki artı bir gürfeteyn ve sala. Yani 2 zaed 1. Tercüme harfiye. وتعني غرفتين وصالة. إكي أرتبير. إف منزل استيورم أريد. إكي أرتبير إف استيورم. أتش أرتبير إف استيورم. أريد بيت ثلاث غرف وصالة. أتش أرتبير ثلاث غرف وصالة. أتش وتعني ثلاث غرف. أرت زائد وبمعنى و. بير وتعني واحد وبمعنى صالة. أتش أرتبير ثلاث غرف وصالة. إف منزل استيورم أريد. 3 artı 1 ev istiyorum. Kaç metre kare istiyorsunuz? Kaç metre kare istiyorsunuz? كم متر مربع تريدون؟ بمعنى يسأله عن مساحة الشقة. Kaç metre kare istiyorsunuz? Kaç كم metre وتعني متر kare مربع istiyorsunuz تريدون. Kaç metre kare istiyorsunuz? 90 metre kare istiyorum. 90 متر كاري استيورم. أريد 90 متر مربع. 90 متر كاري استيورم. كاتش متر كاري استيورسونوز؟ 90 متر كاري استيورم. كيرالك بوش بير إف أريورم. كيرالك
بوش بير اف ار يورم، ابحث عن بيت فارغ للآجار. كيرالك للآجار، بوش فارغ بير اف منزل، ابحث ار يورم. كيرالك بوش بير اف ار يورم. بو اف كراسي ne kadar؟ بو اف كراسي ne kadar؟ بو هذا اف منزل، كراسي ايجاره، كيرا هو الايجار، كراسي ايجاره هو المنزل يعني. بو اف كراسي ne kadar؟ ne ما او ماذا، قدر وتعني بقدر، بقدر ماذا بمعنى كم، ne kadar بكم. بو اف كراسي ne kadar؟ هذا البيت كم ايجاره؟ بو اف كراسي ne kadar؟ ولهون اصدقائي بنكون انتهينا من هذا الدرس، بتمنى يكون نال اعجابكم واستفدتوا منه. اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكتبوا بقسم التعليقات اسفل الفيديو. وهذه من احدى التعليقات الجميله من المتابعين الأعزاء عن الدرس السابق، وأنتم أيضا أرجو منكم التفاعل بالقناة ومشاركة الدرس والضغط على زر الإعجاب حتى تدعمونا بنشر المزيد، وأرجو من الجميع أيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جميع إشعارات دروسنا القادمة، وانتظرونا غدا بدرس جديد. طبتم بأمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.